بعد تصويت الاتحادات الخليجية بالإجماع على استضافة مدينة البصرة خليجي 25، لكن ثمة معوقات كبيرة تجعل المنظمين لهذا الحدث الرياضي التراجع عن قرار الاستضافة، ومنها عدم اكتمال ملعب الميناء الأولمبي. العواصف الترابية أحد الأسباب التي تحدثت عنها الشركة المنفذة للمشروع التي أدت لتوقف العمل بالملعب، فيما أكدت عزمها إنجازه بالفترة المطلوبة قبل بطولة الخليج. نسب الإنجاز وصلت لغاية 91-92%، مجرد أنه أعمال الإنهاءات البسيطة اللي موجودة حاليا داخل الملعب، زاد المسقف الحديد اللي هو وصل نسبة إنجازه بحدود 90%، مجرد أنه الفترة اللي فاتت والفترة الحالية صار عندنا بعض التوقفات بسبب العواصف الترابية اللي شهدها العراق. وعلى الرغم من اختيار المدينة لاحتضان بطولة الخليج، لم تتخذ الجهات المعنية لغاية الآن أي أعمال لتطوير البنى التحتية وحسم ملف النزاعات العشائرية. نواب البصرة أكدوا دعمهم للحكومة المحلية من أجل إظهار المحافظة بالشكل الأمثل والعمل على تطوير مداخل ومخارج الملاعب الرياضية. كما نتمنى وندعم الحكومة المحلية بتوسعة الفنادق ودعم الفنادق لاستضافة المقيمين في البصرة خلال فترة إقامة البطولة، وكذلك اهتمام بالمدينة الرياضية ومداخلها ومخارجها. نذهب إلى موضوع أنه يصار رسالة صحيحة عن محافظة البصرة لنبذ كافة الأمور التي تحدث بين فترة وأخرى. اليوم كما تعلم النزاعات العشائر وما تؤثر بصورة كبيرة جدا على موضوع استضافة بطولة الخليجي 25، لكن نحتاج إلى قرارات حكيمة، إلى قرارات صحيحة. العراق سيحتضن بطولة الخليج للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 1979 التي أقيمت في بغداد، وسط أمنيات البصريين بتنظيم جميل وإيصال رسالة للاتحاد الدولي بقدرة البلد على استضافة مختلف البطولات. للتغيير، يونس الرباعي، البصرة.